السلام عليكم، معكم بشرى. المهم اختي انا مريضه بالمس، ولكن ما كيفاش وقع لك يعني هذا المس؟ المس انا كنت مازال شويه صغيره وضربت كما كنقولوا في الدوش وصافي. من تما وانا كنعاني معاناه، مشيت درت الرقيه وبزاف، ولكن كانت شويه النتيجه، ودابا تزاد عندي الحال بزاف، كثر كاع تزاد عندي. شحال من سنه انت كتعاني؟ انا كنعاني خويا من 2013 في شهر 4، من تما وانا كنعاني اليومين هذا كنعاني، ما خليت حتى شي طبيب، ما مشيت عنده، كاع الاطباء كنتساراهم، ولكن الاطباء تيقول لي خاصك تبعي طبيب نفساني. يعني انا خاصني دابا حاليا نمشي عند طبيب نفساني. الناس ما والرقيه ما قضات معاك؟ الرقيه خويا ما قضاتش معايا، غير كانت تزمت فاش كنمشي عند شي راقي، كانت تزمت، خاصني ما نجلسش في الدار. الا مشيت عنده ديك الليله ما خصنيش نبات في الدار، خصني نخرج. يعني كتبقى ضايعه؟ لا، حيت كيأثر لي على الضغط ديال، كيعطيني الضغط هنايا الفم قلبي، وكيعطيني الدوخه في الراس والترعاد في رجليا وفي يدي، عندي الخوف بصفه عامه، عندي الخوف. واش هذا الجين عاشق؟ الجين العاشق هو اللي كيدير بحال هاد الحالات، المرأة كيدير لها بحال هاد الحالات، ما كيخليكش مرتاحة في نفسيتك. دابا أنا حاليا ما مرتاحش في نفسيتي، كيتصلوا بيا روقات كيقول لك حقا وحش ديري معنا وديري معنا، شي أسلوب باش كيهضروا، ما ماشي ديال الروقات، وما قارينش القرآن كعلى ما أظن. إن الإنسان اللي قاري القرآن ما خصوش يتعامل بديك الطريقة، وما يقولش لك راه كيفاش كان الجين تيداوى بالقرآن. إيه، ولكن باش بديك الطريقة اللي كيقولوا هما هي راه. شنو الطريقة يعني؟ شنو كيقولوا؟ خويا الناس كيتصلوا بك كيقول لك خاصنا نديروا معاك ونديروا معاك، يهضروا معاك الفراش. واش هذا هادي دواء؟ هذا راه ماشي دواء، هذا راه هذا استغلال كيتسمى بالنسبه لي. يعني انا اللي كنعتبره استغلال. يعني بغاو يستغلوك جنسيا؟ بغاو يستغلوني جنسيا. واش انا حال انا راه واخا مريضه عارفه اش ندير، ما غاديش نطيق شي واحد بحال هذا الهضره، وما نعتي من حقاش. هذا راه ماشي ما يبغي الا الله لعبده. انسان اللي بغى يقول شي كلمه زوينه يقولها، ما بغاش يقولها بلا ما يزد النمره ويبقى يدخل عندك ويقول لك لا هكذا وكذا، وهذاك الشيء هذاك راه ما غاديش يدخل لي انا لراسي اصلا. يعني كيقول لك هكا باش زعما باش انك تطيقي بانهم يطردوا الجن. اي راه انا مريضه بالجن، ولكن باش بنادم غيداويك بديك الطريقه راه حشومه، يقول لك اجي عندي. انا نقولها بالطيطي، اجي عندي تريحي تنعسي معايا باش داك الجن يحيد معاك، هذيك راه ما تقبلهاش انا مريضه نفسانيا. يعني لهالدرجه؟ بهاد الدرجه نقولوا عندي تسجيل المكالمات، راه اي حاجه كدوز عندي في التليفون كتبقى. حقاش بنادم الا ما صم يقول خوه المريض يقول لي غير كلمه زوينه وكتبقى جاريه وصدقه، ماشي يجي يقول لك لا اجي ديري معايا وجي تفعلي معايا. شنو جاب النعاس؟ حشومه هما هكا كيفهموا بعض الفقهاء الله يهديهم، هكا كيهضروا على المراه اللي كتكون مريضه مسكونه بهاد اللغه، هكا كيهضروا عليها، ماشي كيقول لك تمشي عند راقي نوريوه ليك ونعاونوك ماديا وسيري عندهم. هما هكا كيبغوا يتشفاو بهاد الطريقه، كيستغلوا المراه اللي كتكون مريضه بالمس، كيبغوا يستغلوها الفقهاء هكا. هذه بطريقه اللي تنقولها، ما عنديش مناش نخاف وما كنخافش. ربما كاين عيالات اللي يقدروا يطيحوا في هذا الفخ. العيالات غيطيحوا بالنسبه للعيالات اللي ما واعيات وما وكيكون غالب على ذاك المرض وما كتفكرش، كتنوض تمشي مسكينه على نيتها عند الفقيه باش الدواء، هو يقول لها حيدي حوايجك باش ندير لك. شنو هي هذيك؟ هذيك راه ما تقبلهاش انا، وانا مريضه نفسيا والناس كيستغلوني. الو جي عندي، الو جي عندي، اش غنجي عندكم؟ واش انا راه نفسيا خاصني نمشي عند طبيب نفساني؟ اذا كاع اقتادت بيا الضروره غنمشي عند طبيب نفساني، غنخرج ليا الدواء غنشربه وغنعس، اما باش غنوض نمشي عند فقيه يستغلني جنسيا راه ما عمرها غتكون هذه. ربما يقدر يكرر لنا هذاك السيناريو ديال فقيه الراقي ديال بركان. راه بغا يديروا لي بحال هكا، يتعبوني. واش انا حمقى حتى لديك الدرجه غنمشي عند فقيه نطيقه بديك الهضره؟ علاش تقول واحد معيط لي حشومه كاع؟ راه ماشي بعقله كيبان عنده شي 40 عام وبحال هكا وكيعيط ويقول لك انا وكذا وكذا وكذا، راه حشومه كاع. راه ما خصكمش ديروا بحال هكا، تستغلوا بنادم. ما لقيتي ما تقول لي، قول لي الله يشافي وخرج، ما تدخلش عنده كاع تفرج فيه كاع الا ما لا ما لا ما احتاجوش الضروره. خويا انا دابا ما نكذبش عليك، كنعاني بزاف. كتعاني بزاف دابا؟ كنعاني حتى النعاس، ما نكذبش عليك النعاس. الدويان دوزت يلاه مدوزه ب 8000 ريال عند طبيب اختصاصي، والو ما كاين حتى شي معنى. قال لي اختي هذه الحاله اللي عندك. طبيب نفسي؟ لا ماشي طبيب نفساني، مشيت عند طبيب اخر ديال الصداع في كرشي. قال لي اختي هذه الحاله اللي نتي فيها خاصك تمشي عند طبيب نفساني. انا دابا ما لقيتش باش نمشي عنده، حيت مشيت عند ثلاثه قبل كاع الفلوس اللي كانت عندي خسرتها عند هذوك. سير عند هذا، سير عند هذا، ودابا واقفه ما عنديش. بغيت نمشي عند شي طبيب نفساني. ما كتخدميش يعني؟ هادشي ما كيخليكش تخدمي؟ لا ما يخليكش تخدم كاع. الا ما فريض خدمتي واحد الفتره صغيره غيجيك غيزمتك، ما غيخليكش نورمال، ما غيخليكش، غيدير لك وساويس، غيدير لك مشاكل. حيت بعض المرات كيدير لي الزمته غنخرج من الدار، ما خصنيش نبقى فيها. ديك الهضره ديال مي ولادي على عائلتي حدايا ما خصنيش نتقبلها نهائيا. ما خصنيش نتقبلها، ما مرتاحاش في نفسيتي. يعني هو وصلني لواحد الحاله ما بقيتش مرتاحه، والناس اللي قاريين وواعيين وكيدخلوا كيبحثوا على هادشي راه غيعرفوا، حيت هو كيسبب لك مرض نفسي باختصار او مرض عقلي باختصار. صافي هادشي اللي كيسبب. كتشوفي راسك يقدر يمشي لك عقلك؟ بعض المرات خويا كنحس براسي بحال غيمشي لي عقلي، ما كنبقاش نركز في الهضره، ما كنبقاش نسمعها فين غاده وفين جايه. كنكون جالسه حدا بنادم هو كيهضر وانا ما عارفاش علم من تيهضر واش باغي يوصل ليا ولا كاع. مثلا الناس حدايا كيهضروا ما كنتسوقش لهم، ما كنديش فيهم، ما كنتزمت، كتجيني هضرتهم كتضرني في قلبي في راسي، ما خصنيش نسمع لهضرتهم.
ربما حتى هذا الشيء يعني الفقهاء اللي كيتصلوا بك زادوا ازموني خويا. انا مريضه نفسانيه، انا تنعترف بهم وراضيه وحمد الله وشاكره بالمرض ديالي. ما كاينش شي نوع ما كيرضاش كيقول لك حتى انا مريض نفساني، تيقول لك لا انا ما مريضش، انا معصب. لا انا مريضه نفسانيا وحاسه به وعندي جميع الاعراض ديال الامراض النفسيه، لكن الله غالب معنيش باش فيه عند الطبيب. الطبيب تيطلب الفلوس وتيطلب حصص وتيطلب عند ثلاثه الاطباء قبل عند ثلاثه الاطباء قبل من هذا. مشيت عندهم كيقول لك العصب عندك في المسار فم المعده. من تنوصل معاه نقول له دير، انا كلي كنترعد وما كنقدرش نعس وكلشي ديال الخلع، كيقول لك داك ماشي الدومين ديالي، ماشي التخصص ديالي، سيري عندك طبيب نفساني. هكا كيقول لي فوجي. شحال كيتقاموا تقريبا الحصص ديال الطب النفسي؟ خويا طبيب نفساني على ما اظن انا تيقولوا 300 درهم للفوق هادي، وقت يعطيك في المده الاولى تيعطيك يمكن شي شهرين ولا شهر. حيت سولت واحد السيده قالت لي يمكن شهرين في الاول، من بعد شهر ثلاث شهور، من بعد اربعه، حتى كيبقى غادي معاك حصص حتى كتولي انت شويه في نفسيتك. يعني هاد الجن اللي ساكن كان واش يقدر الطب النفسي يطردو؟ خويا اش غنقول لك، بصفه عامه والله ما دوا تشربوا تكالمه وتعرف كيفاش تتعامل مع الناس، ولا تبقى خويا تتحماق. حيت واحد اللحظه كتوصل عند الطبيب عند الجن الى ما داويتيش بها الدواء تقدر تحماق. حيت بزاف ديال الناس العيالات والناس كيحماقوا كيزيدوا مع الخلع، حيت ما مشوش عند الطبيب ما رضاوش به، كيقول لك انا ما مريضش عقلانيا وما مريضش نفسانيا، انا مريض بالجنون. حيت الجنون داروا الدور ديالهم، اثروا لك النفسيه. شنو الدور ديال الجن في الجسم ديال الانسان؟ هو كيأثر النفسيه، كيأثرها لواحد الدرجه كتعودي تقولي نتلح من سطاح نضرب شي واحد نقتلو، ما تحسيش به. واخا يكون حداك ما كتحسيش به، كيولي الصحه ديالك سخونه مرتفعه، مرتفع لك الضغط. انا دابا كنهضر معاك اقسم بالله الا الصحه ديالي كلها كترعد. علاش؟ حيت معصبه ما مرتاحش في نفسيتي، هكا كنقولها وكنعاود نقولها وانا راضيه بالمرض ديالي. شحال من واحد كيقول لي شي كلمه ماشي تنقول انا مريضه نفسانيا وراضيه بها، اي مشيت درت الرقيه، ماشي ما درتهاش، درتها. ربما هاد الناس كرهوك في الرقيه. كرهوني اخويا في الرقيه، كرهوني من يتصل بيا واحد يقول لي حاشاك جيت نعسي معايا. ما نكذبش عليك، انا فريد يكون حدايا ما نرحموش، ما نكذبش عليك. علاش من جيتي ما تقول لواحد الانسان مريض اقول الله يعفو عليها، والله يخرجنا من الدنيا كما كنقول واحد الدنيا بلا عقايب والمارش كيقول. المهم تيقولوا بحال هذا المثال، يعني بنادم يشوفك مريضه. انا ما نقدرش نهز النمره ديال شي وحده مريضه فيها بحال هذا المرض ونبدا نتشفى فيها ولا نبدا نشمت فيها واجي ديري معايا. علاش غندير معاك انت؟ ماشي داك هو الدواء باش كنداو الانسان المريض بالجين، كنداو بالقران ايه، بشي حوايج ايه، ولكن باش تقول لي اجي عندي بوحدك وما تجيبيش عائلتك، راه خاصني باش نداويك حيد منك الجيل العاشق خاصني ندير معاك وندير معاك، راه ما نتقبلهاش. انا ما كذبش عليك، زدت تازمت في نفسيتي وكنطالب من الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو ديالي شي جمعيات اللي يعني تكلفوا بحال هكا. يعني ما انا ما عندي لا اولاد ما مزوجه ما والو، انا هكا حيت كيتصلوا بيا شي جمعيات قال خاصنا نعاونوا غير الام العازبه والمطلقه والارمله وما غير ذلك. انا لا، انا بغيت شي جمعيه تعاونني غير نمشي عند شي طبيب نفساني ناخذ الدواء ديالي بانتظام وصافي، ما نبقاش كاع نسميتو صافي. حيت الرقيه ما غاديش يتعاونوا معاك بشي طريقه اللي بغيتي انت، باغين يستغلوك. انا هكا باغين يستغلوني بهذه الطريقه. قولي الرقم ديالك اللي بغيت تساعد معاك. الرقم ديالي 06 13 25 60 91. عاودي 06 13 25 60 91. انا كنتسنى من شي جمعيات اللي كاينين في اكادير ولا في النواحي ولا مهم يتصلوا بيا باش نمشي نتبع عند طبيب نفساني، حيت انا مريضه مازمه النفسيه ديالي ما كذبش عليك. كلي كنتفتف كلي، ما ماشي نورمال صحتي، وانا معارفه هادشي ومعترفه به. ما نقولش لا راه ما فيهش هاد المرض فيا، وبغيت شي واحد يتعاون معايا. ماشي لا قد وبغى، ماشي مرحبا.